وده دي المذكره اللي بعتها محامي الزمالك اهو حالا محامي الزمالك بيطلب ايقاف كهرباء 6 شهور اهي شركه في ايطاليا دي اللي احنا اللي الزمالك بعتها يوم 28 ايوه اهي يا جماعه اهي الشركه القانونيه اهي المذكره اللي اتبعتت يوم 28 بنفرد بيها اللي بعتها نادي الزمالك يوم 28 واللي رد عليها الاتحاد الدولي بجواب 3-7 اهو والورقه اللي جايه لحضرتك دلوقتي دي اللي هي بيسموها باور اللي هو التوكيل اللي عمله نادي الزمالك عشان الشركه دي تقدم لاتحاد الكوره يعني الاتحاد اللي الفيفا تقول له كهربا ما دفعش هي الورقه اللي جايه لحضرتك دلوقتي على طول اهي الفايلين الاولانيين دي قرارات 3 فبراير 3 فبراير و11 ابريل وبعدين هتلاقي الورق بتاع الشركه اللي هي اسوسياسيون ايطاليانا افوكتيل دي سبورتو دي اللي هي حاجه ايطالي الاول الجواب اللي بعده استاذنك يا دكتور بعد ما تخلص معايا المكالمه ابعت لي كل فايل بتاريخه وما يحتوي تحتيه لو سمحت طيب حاضر خلاص عشان الانجليزي عندي بعافيه بس عشان اقدم خدمه محترمه للناس يبقى اذا زي ما انا قلت هذا الخطاب يوضح خريطه الطريق بيقول ان قرارات 3 فبراير عشان نوضح للناس ما نتوهمش هذا الخطاب اللي وصل للزمالك بناء على يعني خليني انفرد معاكم بس لان ده انفراد مهم جدا يا دكتور امجد تقرا لنا الزمالك بعت ايه يوم 28 لو سمحت لان ده الانفراد بعد اذنك لحظه عشان اعرض بس معاك اعرض معاك هتلاقيه اللي هو هتلاقي الجواب مكتوب عليه على يعني فوق كده شعار اس سي استوديو ليجل لحظه يا دكتور بس كده لو سمحت انا معاك بس لحظه عشان نقدم للناس خدمه متميزه هو عباره عن ورقه واحده ايوه ورقه واحده واحد من واحد صح كده ايوه ومكتوب عليها هتلاقي مكتوب عليها تو فيفا ديسيبلينري كوميتي لا لحظه بس عشان انا معاك احنا يا جماعه بنعمل ده على الهوا يعني الدكتور امجد قدر يوصل للشركه اللي الزمالك وكلها في ارسال الشكوى ضد محمود عبد المنعم كهربا بعدم الدفع واللي اتكلم عنها رئيس نادي الزمالك منذ ايام في الفيديو وناس كتير اتريقت عليها بيؤكد ان يوم 28 اتبعت الخطاب ده بثلاث لغات خليني بس هو انتوا معايا وانتوا معايا لحظه يا دكتور عشان خاطر ايه معاك لحظه انا بس النهارده اجازه في امريكا فانا معاك معلش بس اصل انا بحب اقدم خدمه متميزه للناس هذا هو المذكره التي ارسلت يا جماعه للاتحاد الدولي دي المذكره التي ارسلت للاتحاد الدولي واخد بالك انت اهي اتفضل يا دكتور وصلت لها اتفضل دي مذكره من ورقه واحده اهي ايوه اتفضل اهي بتقول ده على اللي هو الهيد ليتر بتاع شركه المحاماه ايوه بتقول ده موجه لتوفيفا ديسيبلينري كوميتي اللي هي لجنه العقوبات بتاعه الفيفا ايوه ولمحمد عبد المنعم عبد الحميد سلطان و ار اند اي سبورتس لو اللي هو المحامي بتاع كهرباء وبعدين هل فاكرين اسم المحامي يا دكتور بتاع كهرباء؟ لا هو شركه اسمها ار اند اي سبورتس لو تمام يعني شركه محاماه وبعدين بس هم موجهين الخطاب زي الشركه الايطاليه اللي مع الزمالك بس موجهين الخطاب لواحد جوه الشركه فور ذا كايند اتنشن اوف مستر علي عباس اند محمد ركباني خلي بالك ده بيؤكد انفرادي من 3 سنين لما قلت المحامي علي العباس التونسي والناس قعدت تتريق أيوة. عليا اهو هنا بيؤكد ان الانفراد اللي قلته من 3 سنين محامي كهربا ولا من 2 سنين علي عباس التونسي وهم اتنين الشركه دي عباره عن اتنين وعشان كده اسمها يعني اقصد ان انا اول من قال ان علي عباس محامي كهربا الريفرنس او الجواب مقدم ليه request to apply 6-month suspension against the player محمد عبد المنعم عبد الحميد سلطان case reference number FDD 13817 decision dated 2 February 2023 يعني طلب بان احنا نطبق الست شهور ايقاف على اللاعب محمد عبد المنعم عبد الحميد سلطان اللي هي الكيس بتاعته رقمها كذا
بناء على القرار بتاع اللي كان اتخذ في 2 فبراير 2023. دير سير دير سيرز، ده مش انجليزي صح بس مش مشكله، ما هو ايطالي. I write on behalf of Zamalek Club Egypt and I refer to the CAS award rendered by the court of arbitration for sport on March 29, 2022. The two decisions passed by the FIFA disciplinary committee and in particular the last decision passed on February 2, 2023. ورقم القضيه. يعني بيقول انا بكتب ده بالنيابه عن نادي الزمالك خلاص للمحكمه الرياضيه بمناسبه القرار اللي اتخذ في لجنه الانضباط في مارس 29 في 29 مارس سنه 2022 واللي اكدت عليه لجنه الانضباط بتاعه الفيفا في فبراير 2, 2023. In this respect, considering that the player Mr. Mohammed Abdel Munim Abdel Hamid Sultan has not paid any of the amount due to the club and that the debt is for today equals $2 million US dollars plus interest and especially that the 60 days guaranteed by FIFA have elapsed. يعني في وفي الإطار ده محمد عبد المنعم ما دفعش الفلوس اي فلوس من الاماونت اللي كانت مطلوبه عليه اللي هي 2 مليون دولار و اللي هي الفايده بتاعتهم خلاص، خصوصا ان عدى 60 يوم اللي كان الفيفا مديهم له عشان يدفع. Therefore I kindly ask the FIFA disciplinary committee to suspend the player from any official match with his club Al Ahli Egypt and his national team Egypt FA at national and and international levels as indicated in the aforementioned decision for a period of 6 months. وبناء عليه انا بطلب من لجنه الانضباط ان توقف اللاعب من اللعب في الاهلي وفي منتخب مصر على المستوى المحلي والمستوى الدولي بناء على القرار اللي كان اتاخد فبراير 2, 2023. وبعدين والله العظيم يا جماعه بشتغل على الهوا، يعني انا قاعد انزل اهو جوابات اهو، يعني يمكن هذا الجواب الحين كثيرا ان الزمالك يدهونا. بشكر الدكتور امجد لانه من خلال الرابط بتاع الاتحاد الدولي لقى الشركات سواء شركة محامين كهرباء او محامين الزمالك وخطبهم وقدر يجيب الجوابات. يعني بص، لان هم في رابط في كل دفوع محامي كهرباء وكل دفوع محامي الزمالك، وطبعا الهيت ليتر بتاعهم عليه عناوينهم وايميلاتهم. فدي يعني الورقه اللي بعديها استاذ عبد الناصر اللي هي برضه مكتوب عليها اس سي وهتلاقي عليها ختم الزمالك من تحت. لحظه واحده بس كده، ده يا جماعه المذكره التي ارسلها الزمالك عن طريق محاميه في 28/6. لا لا، ده اللي هو الزمالك بيدي عمل توكيل للمحامي. لا لا لا، انا بعيد للمحامي. انا بعيد نشر الاولانيه. انت بتعيد الاولاني. اوكي انا بعيد نشر الاولانيه، لسه ما نشرتش الثانيه. انا بعيد نشر الاولانيه اللي حضرتك بعتها، اللي هي مذكره نادي الزمالك اللي احنا ترجمناها، اللي اتبعتت في يوم 28، ونحن على مسافه واحده من الجميع. اي بني ادم هيحطنا في جمله مفيده ملناش علاقه باي حاجه مع كامل الاحترام، احنا بننقل ما جاءنا، احنا بننفرد، مش عايزين نلوث جهدنا، ملناش دعوه. اي حد يقعد يقول لي اللي كاتب يقول لك ايه، طبل طبل لمرتضى منصور ده عند امك. واللي قاعد يقول لك عبد الناصر احنا قلنا ايه امبارح يا استاذ عبد الناصر؟ وواحد تاني كاتب يقول لك ايه، حق الزمالك قول الحق كهربا هارب. انا ماليش دعوه يا حبيبي، يعني حاجه غريبه. لو اللي بيقول ده حضرتك خليه يخش يقرا 59 ورقه يا فندم. كان غريبه ان واحد زملكاوي يشتمك واحد اهلاوي يشتمك، طب اعمل لكم ايه يعني؟ لا، ما اللي بيقول ان كهربا هارب يخش يقرا ال 59 ورقه هيلاقي انه الاتحاد الدولي او المحكمه الرياضيه بتقول انه هارب
خلاص اللي بيقول ان الاهلي حرضه خلاص هيخش في ال 59 ورقه، هيلاقي المحكمه بتقول لا الاهلي ما حرضوش. ما حضرتك ما تردش عليهم، يخشوا يقروا مش يترجموا بجوجل هيعرفوا اللي احنا بنقوله ده. انا بس بستسمع حضرتك بعد ما تخلص معايا، لانك انت بعت لي مستندات كتيره جدا في هذه الخدمه الاخباريه. خلي بالك الاخباريه مش القبضيه والملاك لحساب حد، الخدمه الاخباريه المتميزة اللي ما تقدرك تعملها قناة فضائية. بنفرد معاكم بثلاث جوابات. لأول مرة يظهر خطاب الزمالك اللي رايح عن طريق الشركة في 28 للاتحاد الدولي. وبعديه بتقول لي يا دكتور لحظة لو سمحت، الخطاب الثاني، الخطاب الثاني اللي هو مزيل بتوقيع الزمالك بختم الزمالك ده، إيه؟ ده التوكيل اللي عمل، ده التوكيل اللي عمله نادي الزمالك، الحاجه اسمها باور اوف اتورني، توكيل عشان الراجل ده يمثل الزمالك يوم المحكمه. لو سمحت لو سمحت تكتب لي هذا الخطاب التوكيل كذا، ويا ريت لو اسم المحامي، خليني انشره معاك لو سمحت. لا مفيش اسم المحامي، في هي في الشركة. معلش انا اقول المحامي، انت تقول الشركه، احنا مش متعودين ان شركات تبقى وكيله، لكن يبدو ان ده كله في اوروبا. اوكي، اللي كاتب الجواب اللي هو اللي راح للفيفا اسمه سلفاتور كافيالي. ما هو سلفاتور احنا دايما بنتكلم عليه انه محامي الزمالك، فيبدو ان سلفاتور هو محامي هذه الشركه. هي واضح انها شركته، اصل هنا مفيش مكتب، مفيش، عارف زي مكتب الاستاذ اللي هو كان واخد القضيه بتاعتك، مكتب شعيب او حاجه زي كده، كنت بتقول عليه دايما زمان، يعني بيبقى مكتب فيه كل حاجة خاصة بالرياضة. فاهم. فهو مكتب، يعني مش محامي بس في عامل مكتب لوحده، يعني بس ما شركة هنا. تمام. اهو معانا هو كمان. لحظة بس لسه ما عرضتوش، اصلك انت بعت لي مستندات كتيرة جدا، وانا راجل على قد في الانجليزي، فمش عايز اتوه منك بس والنبي. لا انا معاك. وفي نفس الوقت مش قادر اعرض على كان ممكن يتخذ سكرين، ده جهدي وعرقي، فمش عايزه يتخذ سكرين، بحط اللوجو الاول، فكمان المكتب طوارئ عندي، الاعداد طوارئ، المستندات بنحط عليها لوجو وكره بلدنا، علشان الناس بتسرق مجهودنا وفي الاخر تشتمنا، يعني في الاخر كمان بنتشتم، يعني اهو احنا دلوقتي بس لحظه عن نوري الناس المذكرة بتاعت نادي الزمالك اللي راحت في 26 اهي جهزت اهي 28 28 28 6 انا اسف ايوه اهو بلوجو كرة بلدنا اهو اول ظهور، لان دي التحول في القضية يا دكتور، اول ظهور لمذكرة الزمالك من خلال الشركة الإيطالية والمحامي سلفاتيرو ده ولا اسمه ايه؟ واخد بالك انت المذكرة سلفاتوري. ايوه سلفاتوري، دي اللي بعتها سلفاتوري للاتحاد الدولي. اول ظهور ليها اهو يا جماعة. انا لسه واخد بالي دلوقتي ان الزمالك الاستاذ المحترم الاستاذ بيقول لنا اسمه ميبو سوتيري ولا مش عارف، قول لنا اسمك طب بالعربي، ليس هناك ايقاف لكهرباء في الخطاب الوارد للزمالك. انت كده فهمت صح الكلام اللي بيقوله الدكتور امجد، هذا الخطاب اللي الزمالك ما فيهوش ايقاف، هو بيقول جلسه ثلاثه الاستاذ عصام الاهلاوي. استاذ عبد الناصر ممكن اقول بس هقول اللي انا اصلا قريت الموضوع ده كله. اتفضل. الموضوع باختصار شديد، كان في 2 فبراير 2023 طلع قرار، وكنت ترجمته مع حضرتك، بيقول انه كهربا يتوقف 6 شهور لو ما دفعش مبلغ 2 مليون دولار وبالفوائد بتاعتهم من يوم تاريخ 15 حاجه سنه 20، يعني مبلغ كان كبير. وبعدين حصل ما دفعش، فمحامي الزمالك ادى لمحامي توكيل بتاريخ 10 يناير 2023 وقال له امشي في الموضوع. الزمالك قدم جواب، قال له يا جماعه، قال للمحكمه الرياضيه او للي هي المهم يعني المحكمه دي، انه كهربا ما دفعش الفلوس، وبناء عليه من فضلكم طبقوا القرار بتاع فبراير 2 فبراير. ما يقدروش هم يوقفوا الكهربا كده، خلاص هم موقفينه. طب يا جماعه تعالوا نتقابل في 3 اغسطس،
انت تيجي تقول ان كهربا ما دفعش وكهربا يجي يقول انا لا دفعت او ما دفعتش، ما دفعتش ليه؟ واليوم ده هو اللي هيتحدد كهربا يتوقف ولا لا. طيب يبقى احنا كده بنسألك بناء على ايه بعت الشركة الايطالية، احنا بننفرد اهو اهو برضه ده انفراد بتوكيل الزمالك للشركة الإيطالية ومحاموها بإرسال المذكرة للاتحاد الدولي. أهو يا دكتور اتفضل، خلاص احنا حطينا اللوجو أهو، لأن ممكن نعرض من غير اللوجو يسرق. اتفضل. ده دي فورمة افيديفيت أو يعني توكيل يعني معتادة بعنوان المكتب والحاجات دي، وإن ده بخط يعني ميلاد الزمالك. أيوه في بتاريخ 10 يناير 2023. هو البدايه بس، هو بيقول باور اوف اترني يعني توكيل زمالك سبورتنج كلوب البرنسبل فوتبول كلوب افلييت ويز ايجيبشن فوتبول اسوسيشن، والادرس بتاع او العنوان بتاعه بيقول ان احنا هير باي ابوينت يعني قلنا المستر سلفاتوري كيفالي ان هو يمثلنا في الفيفا ديسيبلينري كوميتي ان ريجارد ذا ليجل اكتيفيتي اوف زمالك سبورتنج كلوب اجينست محمود عبد المنعم سلطان سليمان، هم كاتبينها غلط سليمان. يعني احنا التوكيل بتاع الزمالك عامله. انا بس بقول لك احد البروفيسورات الكبار الذين يتابعونني من انجلترا بيقول لك بشكرك نطق انت متمكن من اللغه ومترجم امين وكنت صادق، وانا كاهلاوي باحييك على ذلك. الاستاذ وائل انور المقيم في لندن وهو رجل بروفيسور محترم وصديق عزيز، فبعت لك تحيه بيقول اقسم بالله تغطيه متميزه، والدكتور امجد امين ومتحدث لبق وكلامه في منتهى الامانه، وانا بقرا معاكم كل حاجه لم يقل كلمة خطأ.